أنا حلفت بأن زوجتي طالق بالثلاث إذا عادت إلى التدخين، فما الحكم إذا عادت إلى التدخين مرة أخرى؟ إذا عادت إلى التدخين تطلق بالثلاث، تطلق بالثلاث، لأنك علقت الطلاق على شرط، وحصل الشرط فيحصل المشروط وهو الطلاق ويقع، وتكون باينا بينونة كبرى، لأن الثلاث تبين بها المرأة بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ويطلقها، ولا يكون هذا من باب التحليل، وإنما هو المقصود بها أن يتزوجها آخر زواج رغبة، فإذا طابت نفسه منها وطلقها يباح لك أن تتزوجها، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.